سنة والشعب المصري بخير، كل سنة وجيشنا العظيم بخير، كل سنة وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بألف خير وصحة وسلامة. بمناسبة 30 يونيو ثورة كانت عظيمة، نزلنا فيها قلنا كلمتنا كشعب مصري، قلنا لا عايزين نخرج بره عباءة الحكم الإخواني والجماعة الإرهابية. أنا أحد الشباب اللي شاركت في ثورة 30 يونيو، وشايف إن إحنا اكتسبنا، الدولة المصرية اكتسبت مكتسبات عظيمة من ثورة 30 يونيو. الحمد لله إن إحنا خلصنا منهم، يعني كنا هنبقى شبه السيناريوهات اللي في البلاد اللي حوالينا، اللي الإخوان لحد النهاردة يعني بيعرسوا فيها فساد، بيقتلوا، واحنا شفنا الكلام ده. احنا كنا هنا يوم 28/6 وانفجرت قنبله ومات زميل لينا هنا، وهم ناس بيستحلوا الدم، ويعني الواحد من كتر السوء اللي شافه مش عارف يعبر عن كميه القهر والظلم والفساد اللي شفناه في السنه بتاعه الاخوان دي. اصعب شيء ان الشعب المصري يشعر ان هو ما يبقاش واحد، ان هو يشعر ان هيحصل تمزق في نسيج الوحده الوطنيه بتاعته. عشان كده الشعب المصري كله لما حس بالخطر خرج كله ضد الاخوان. اما استمرار الاخوان في الحكم فكنت انت يعني كنا شايفين حجم الانقسام المصري قد ايه والتناحر، وكنا لو كان استمر هذا الحكم كنا وصلنا لحرب اهليه بشكل يعني اكيد. فانا شايف ان ثوره 30 يونيو نعمه كبيره من ربنا سبحانه وتعالى.